السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين قناة العطار، أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا محمد فتحي. النهاردة حابب إن أنا أنقل لكم تجربة جديدة للمشتريات أو الشراء على الأونلاين من خلال التجربة كلها كاملة من أول ما بدأت لغاية ما انتهت. حاول النهاردة إن أنا أنقلها لكم بكل تفاصيلها، وتعالوا هنفتح مع بعض ونشوف برضو هي كانت إيه. جاهزين نشوف الفيديو دوت؟ تعالوا نفتح مع بعض ونشوف المرة دي كانت التجربة مع أي متجر أو أي موقع إلكتروني. بسم الله. التجربة المرة دي كانت مع ماكس، أكيد كلكم عارفين ماكس تمام، والشهرة بتاعته وقد إيه هو بيقدم حاجات ممكن أو ملابس أو شوز بخامات ما هيش عالية قوي، ولكن أسعار يعني ممكن تكون نقدر نقول متوسطة إلى حد ما، ما هياش عالية وما هياش برضو منخفضة تمام. بصراحة هو بقالهم فترة يعني شغالين على المتجر بتاعهم الأونلاين تمام، وعاملين أبليكيشن ظريف ممكن تنزلوا التطبيق بتاعه سواء كان أندرويد أو كان iOS للايفون، وتقدر تشوف أو تقدر تشوفي وتحاولي وتجربي الموقع عامل إيه معاكي تمام او معايا. طيب التجربه بدات ان انا بدات ادخل على الابلكيشن بتاعهم، طبعا متصنف او بشكل كويس، ولكن هو ممكن يكون بطيء شويه، ممكن يكون احيانا المنتجات اللي بيعرضوها ما هياش بالحجم الكبير، او ممكن اكون انا برضو ما تجاوزتش فيه بشكل اكبر، ولكن لما كنت بدخل بختار اقعد يعني اختار الشريحه اللي انا عايز اتفرج عليها او المجموعه اللي انا عايز اتفرج عليها بلاقيه منتجات ما هياش كتير قوي، ولكن بقدر الاقي الحاجه اللي انا عايز اشتريها او عايز اجيبها. طيب تعالوا اول حاجه انت بتبدا تختار الحاجات بتاعتك من على الابلكيشن تمام، وبتحطها في العربيه على الابلكيشن برضو، وبتروح لطريقه الدفع. طبعا طرق الدفع برضو موجوده متعدده، سواء دفع عند الاستلام او بالفيزا كارد او باي بال تقريبا، و بتدفع او بتكمل عمليه الشراء، وطبعا في توصيل برضو. التوصيل طبعا مش مجاني، هو ممكن يوصل حوالي 10 ريال داخل السعوديه. انما في طريقه ثانيه بيعملها، ان انت بعد ما تختار الحاجه وبتدفع بتستلمها من تختار الفرع اللي انت عايز تستلم منه، وبتروح تستلم من الفرع ده. ولكن خد بالك هي ما بتروحش على طول، مجرد ما انت دفعت وخلصت عمليه الشراء بتاعتك خلاص بتروح تستلم من الفرع، لا انت بتنتظر مدة أو وقت ممكن يتراوح ما بين الخمسة لسبعة أيام تمام، أو ممكن عشر، ممكن نقول سبعة أيام أسبوع تمام، لغاية لما بيوصلك إيميل بيقول لك خلاص إن الحاجة بتاعتك أو الطلبية بتاعتك موجودة في الفرع اللي أنت طلبت تستلم منه، وبتروح بالإيميل بتاعك أو بالأوردر بتاعك موجود على الموبايل أو على الجوال برقم الطلب، بتروح على الكاشير، بيبقوا مخصصين جزء للاستلامات بتاعة المبيعات الأونلاين، بتروح بتدي له رقم الطلب وبيبدأ يدور عليه وبيطلعها لك تمام. طيب تعالوا نشوف أول حاجة. أنا يعني فكرة برضو إني رحت الكرتون هو مكتوب عليه سنتر بوينت تمام، طبعا انتوا عارفين ان ماكس وسنتر بوينت يعني هي لمالك واحد او شركه واحده، فالكرتون بتاعهم مكتوب سنتر بوينت، على اساس سنتر بوينت ممكن تكون المتجر الاكبر او الحاجه الاوسع انتشارا بين الناس تمام. بتيجي محطوطه في كرتونه زي كده حسب، او ممكن تكون كيس مثلا، بس طبعا بتكون مغلقه او مغلفة زي ما انتم شايفين ما هياش مفتوحة. تعالوا لو حابين نكتشف سوا ونشوف، يعني انا حابب اشارككم برضو التجربة بتاعة الحاجة. شوف بس المقص لقيته تمام، هفتح دلوقتي ونشوف مع بعض هي عبارة عن ايه. طبعا انا لما حاولت اجرب يعني ما حاولتش ان انا اعمل اوردر كبير قوي، لان دايما لما بحاول بيكون موقع لسه بالنسبه لي جديد ولسه بجربه، فيعني ديت النصيحه اللي حابب اقولها لكم، ان انتم ما تجربش في حاله التجربه بتاعتك الاولى لاي موقع
ما تجربش انك تشتري بمبلغ كبير او تشتري حاجات كتير. حاول على قدر الامكان يكون الفاتوره بتاعتك ما هياش كبيره وما هياش بمبلغ كبير. تمام. طيب هي عباره عن بلوفرات. تمام. بلوفر شتوي الازرق. يعني انا بحب دايما الالوانات او التشكيل في اللون. تمام. هي حاجات يعني ممكن نقول نسائية. تمام. او حريمي. الفكرة كلها بقى في المقاسات. يا ترى المقاسات هتظبط ولا لا؟ ده اللي مش عارف بصراحة، لان انا في تجربتي مع سنتر بوينت اتخدعت شوية في المقاسات. يعني كنت فاكر المقاسات صغيرة والمقاسات طلعت كبيرة. تعالوا كده هفتح دوت واشوف المقاس يا ترى هو اللي انا توقعته واللي انا طالبه ولا لا. يعني المقاس كويس، شبه او قريب جدا من اللي انا فعلا توقعته بالنسبة للمقاس. نقدر نقول يعني تجربة كويسة. والنصيحة اللي بنقلها لكم بس من خلال الحكاية دي هي انك تاخد بالك كويس جدا من المقاسات. مشكلة الابليكيشن دوت ان هو ما بيحط لكش طريقة ارشادية للمقاس دوت مثلا بالسنتيمتر. يعني مثلا بيجي يقول لي انا بجيب مقاس مثلا في القميص مثلا مقاس 16. طيب احنا بنشتري بالمقاس ده اللي هو احيانا بيكون اوروبي او في الغالب بيكون المقاس الاوروبي. ممكن هو يكون بيعرض المقاس بطريقة تانية، بطريقة مختلفة، بأرقام تانية مختلفة اللي هي مثلا 10 و11 و12 وكده. طيب لازم توضح لي المقاس دوت بالسنتيمتر. يعني في مواقع كتير بالذات مواقع الملابس، وانا جربتها في علي اكسبريس وهنقلها لكم ان شاء الله بعد كده، انك بيقيس لك كل حاجة، طول الكم قد ايه، طول الجزء ده قد ايه، العرض الكتف من هنا لهنا قد ايه، العرض من هنا قد ايه، بحيث ان انت تقدر تعرف تقيس كل ده وتختار المقاس اللي هو موضحه لك واللي مبينه لك على الابليكيشن. بيوضح لك كل تاجر بيوضح لك المقاسات بتاعته بالسنتيمتر وبيقيسه دايما حاجات محددة كده هوت، بحيث انت تقدر تقيسها وتعرف المقاس اللي يناسبك هو هيكون ايه. سواء بقى هو حط عليه اكس لارج وحط عليه 2 اكس لارج، حط عليه 3، احيانا يعني في المقاسات الصيني بيحط لك 4 اكس لارج وانت تبص تلاقيه هو اصلا لارج. فكل مقاس من كل بلد بيختلف. فالفكره ان هم في ماكس لازم تكون انت عارف هم القياسات بتاعتهم عامله ازاي، عشان لما تشتري ما تخشش في فكره الاستبدال او الاسترجاع. وهي طبعا فكره الاستبدال او الاسترجاع موجوده بشكل بسيط جدا. يعني يمكن انا سالت عليها وانا بستلم الطلبيه بتاعتي، فقال لي انك عادي جدا بتاخد الحاجه بتاعتك وبتروح على المحل وبتستبدل او بتسترجع بطريقه طبيعيه جدا. يعني ما انتش محتاج انك تخش على الابلكيشن وتعمل الاسترجاع او الاستبدال. هل في فكره بقى مثلا زي يعني مثلا يعني في على جولي شيك شفنا ان ممكن اعمل استرجاع او استبدال؟ هو في استرجاع بعدين انت بتشتري مره ثانيه، بتعملها عن طريق ابلكيشن وبيبعت لك هو مندوب التوصيل بيجي يستلم منك حتى الحاجه اللي بترجعها. ده على جولي شيك. على سنتر بوينت او سيتي ماكس هل الفكره دي موجوده؟ ما اعتقدش ان هي موجوده. هو بس بيكتفي بالتوصيل، ولو انت عندك استبدال او استرجاع بتضطر تاخد القطعه بتاعتك وبتروح للمحل وبتعمل الاستبدال او الاسترجاع هناك. بس دي كانت التجربه، خدت تقريبا حوالي 10 ايام على ما وصلت. طبعا هي وصلت جانب اليمين من حوالي 3 ايام، يعني نقدر نقول في خلال اسبوع بتوصل للطلبيه بتاعتك للمحل او الفرع اللي انت طلبت تستلم منه. واعتقد برضو لو انت طالب ان هي توصلك عن طريق التوصيل بتاعهم او الشحن ممكن برضو تاخد لها حسبة الخمس ايام. تمام. التجربة كويسة وجميلة وتقدروا تجربوها بنفسكم. بس زي ما بقول لكم كده خلي بالكم من المقاسات وما تحاولش انت تشتري بمبلغ او برقم كبير. جرب في حاجة بسيطة الاول بحيث ان انت تاخد خبرة او فكرة كويسة عن الاسعار او حتى عن المقاسات،
والطريقه بتاعتها، وتحدد المده اللي بيقعد فيها العملي او الطلب بياخد وقت قد ايه. كل ده بسيط وتقدر ان انت تاخد فكره عنه في اي طلبيه تقدر تعملها على ابلكيشن ماكس. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش اللايك اللي عجبوا الفيديو والشير للفيديو اللي حاب يفيد حد تاني، واللي ما اشتركش لغايه دلوقتي في القناه عايزين نوصل رقم يعني الالف، عايزين نوصل 1000 مشترك ان شاء الله باذن الله. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.